اليوم هذه الزيارة هذه خلتنا نطلع وعن كتب وعن قرب على نسبة تقدم الأشغال. نقول باللي باش يعني الإنجاز بالنسبة للهندسة المدنية جاوز 84 أو 85%، وبالنسبة للتجهيزات نظن باللي باش يعني نحن في نسبة 55% بما فيها القنوات الداخلية. الكل يعلم وكل شاف معنا باللي باش يعني الأشغال هي أشغال معقدة وصعبة وضخمة كذلك. سيرفع عدد العمال في الأيام القليلة القادمة كذلك إلى 2000 عامل من أجل كذلك مضاعفة الجهد والمردودية.